وكان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل. صعبة دي شوية، ما كانش عنده سنة وملك، يعني هو كان في، عشان تعرفوا بس حاجة، بالذات في العهد القديم كانت الارقام بتسقط كتير. لا، هو الصح، وكان شاول ابن 40 سنة حين ملك سنتين على اسرائيل. ومع ان دي باينة قوي يعني، لكن ما قدروش يزودوها في الكتاب المقدس، علشان لا، الحادثة دي كان بقاله 2 سنة ايه ملك، لكن هو سنه 40 سنة. وملك 2 على اسرائيل، 40 سنة. كان سنه ملك سنة وملك 2 على اسرائيل. واختار شاول لنفسه 3000 من اسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت ايل، و1000 كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. ابتدى بقى يوضب المملكة، واول حاجة يعملها في المملكة يعمل الايه؟ الجيش. وكون من الجيش ده 3000 واحد، 2000 كانوا معاه، وادى قيادة 1000 الثالثة لابن يوناثان. يوناثان كان اكبر من داود بحوالي 15 سنة، يعني في الوقت ده يكون سنه 20 او 22. واما بقية الشعب فارسلهم كل واحد الى خيمته. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذين في جابع، فسمع الفلسطينيون وضرب شاول بالبوق في جميع الارض قائلا، ليسمع العبرانيون فسمع جميع اسرائيل قولا، قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين، وايضا قد امتن اسرائيل لدى الفلسطينيين. الفلسطينيين كانوا مستعبدين شعب اسرائيل، وبعدين جه صموئيل وخلص، وما قدروش طول ايام قضاء صموئيل ان هم يقربوا من الشعب. شاول لما ملك استفزوهم، ضرب نصب الفلسطينيين، نصب التذكاري بتاعهم يعني. فاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال، وتجمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل، 30,000 مركبة و6,000 فارس، وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وصعدوا ونزلوا في مخماس شرقي بيت اوون، ولما رأى رجال اسرائيل انهم في ضنك لان الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعد العبرانيين عبروا الاردن الى ارض جاد وجلعاد، وكان شاول بعد في الجلجال، وكل الشعب ارتعد وراءه. شاول استفز الفلسطينيين، كان عايز يعمل جدع يعني، بس هو كان كل اللي معاه 3000. الفلسطينيين لما لقوا انه بيعتدي عليهم جمعوا له 30,000، ومعاهم مركبات. شاول ما عندوش مركبات، فلما لقوا المنظر كده العملية بجد وقلبت بقى، الناس كلها ايه؟ استخبت. الله، طب انتوا مش ليكم ملك وصنع ليكم خلاص قبل كده؟ انتوا مش طلبتوا ملك يحارب حروبكم؟ طب ما الملك موجود، ليه استخبيته؟ ما انت كنت كل ايام صموئيل محدش من الفلسطينيين قدر يقرب لكم، لكن لما اخترتوا ملك بارادتكم ادي الملك اللي عمله فيكم، لانه مشي بخطته وباللي هو عايز يعمله. الشعب تضايق، الملك سبب له هذا الضيق وجعله في ضنك، واختبأ الشعب في المغاير وفي الصخور وفي الصروح، محدش قدر يظهر، وكل الشعب ارتعد وراءه. فمكث 7 ايام حسب ميعاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل الى الجلجال. صموئيل اداله ميعاد هجيلك بعد 7 ايام.
فهو قاعد مستني صموئيل. طب ما انت ملك واللي ابتديت انك تفرد نفسك وعايز تثبت ذاتك، مستني صموئيل، صموئيل ما جاش، والشعب تفرق عنه، لقوا العمليه طولت، حتى اللي كانوا معاه 3000 دول ابتدوا ايه يسيبوه، قالوا اذا العمليه ما منهاش فايده يعني. فقال شاول قدموا الي المحرقه وذبائح السلامه، فاصعد فاصعد المحرقه. وكان لما انتهى عن اصعاد المحرقه الصموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صموئيل ماذا فعلت؟ فقال شاول لاني رايت ان الشعب قد تفرق عني وانت لم تاتي في ايام الميعاد والفلسطينيون متجمعون في مخماس، فقلت الان ينزل الفلسطينيون الي الى الجلجال ولم اتضرع الى وجه الرب، فتجلت واصعدت المحرقه. فقال صموئيل لشاول قد انحمقت، لم تحفظ وصيه الرب الهك التي امرك بها، لانه الان كما الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد، واما الان فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وامره الرب ان يترأس على شعبه، لانك لم تحفظ ما امرك به الرب. كان اول خطأ في شخصية شاول انه كان تملي ماشي بمزاجه حسب استحسانه الشخصي، حسب الرؤية الشخصية ليه للامور. راح كسر نصب الفلسطينيين برغم انهم ما كانوش بيقربوا منه، وبعدين صموئيل قال له استنى لما اجيلك، ما تتقدمش للحرب الا لما اجيلك ونرفع محرقة ونصعد محرقة. صموئيل اتأخر. تاني نقطة في شخصية شاول، شاول ما عندوش صبر، مش مستني، مستعجل. طب ايه يعني، هي ايه مشكلة يعني صموئيل هيجي يعمل عيصة محرقة اصعدها انا؟ ويقال مش هو اللي قدمها يعني، لكن كان في كاهن موجود قال له قدمها بدل ما نستنى صموئيل، لكن مش هو اللي قدم المحرقة. موضوع عدم الصبر وعدم الانتظار ده مشكلة كبيرة جدا، مش قادر يضبط نفسه، مستعجل باستمرار، وهتلاقوا ان الحتة دي ظاهرة في شخصيته في كل المواقف اللي هيعملها بعد كده. اللي ما عندوش صبر بيغلط، عشان كده السيد المسيح قال بصبركم تقتنون انفسكم. هتشوفوا كل مرة الانسان ما صبرش فيها الانسان غلط. ابراهيم مثلا لانه ما صبرش على ان الله ينفذ له الوعد وراح استعجل واتجوز هاجر غلط، وكانت هاجر واسماعيل سبب مشكلة في حياة ابراهيم. يعقوب ابو الاباء خد وعد ان هو اللي يبقى الصغير يبقى هو العالي على الايه كبير، لكن ما استناش ان ربنا يديله الحتة دي، راح كذب على ابوه وخدع ابوه وخد البركة والبكورية بدل اخوه عيسو، وجر على نفسه متاعب ومشاكل كثيرة. في كل مرة الانسان ما بيصبرش فيها ويستعجل لازم يغلط. في الامور الروحية في واحد مثلا عايز يطلع مرة واحدة نهاية السلم، فيعني باندفاع وعدم صبره وتعجله عايز ينط السلالم كلها مرة واحدة، يقوم يحصل ايه؟ يتكعبل ويقع يتكسر. حتى في الامور المادية واحد بينه يوم وليل عايز يبقى مليونير، طب هيبقاها ازاي؟ ما قدموش الا انه يغلط، انه يسرق، انه يلجأ لطريق غير قانوني، ما تتحلش غير كده. عشان كده في كل مرة الانسان ما بيقدرش يصبر فيها بيسبب لنفسه هلاك. بصبركم تقتنون انفسكم، انك مش مستني لازم تغلط عشان تحقق اللي انت عايزه. ما عندوش فن الانتظار. لكن شوفوا بقى داود اللي ربنا اختاره، ربنا قدر يعلم في داود كم سنة؟
20 سنة من ساعة ما صموئيل حيمسحه لحد ما يملك فعليا داود، قعد 20 سنة ينتظر وعد الرب. قال الاولاني ده شاول منفعش لانه ما كانش بيستنى، ما عندوش الصبر. طيب التاني ده بقى لازم نعلمه ازاي ايه يصبر. عشان كده تلاقي الكلمة دي بتتكرر كتير قوي في مزامير داود، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع. انتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح، انتظر الرب من محرس الصبح الى محرس ايه الليل. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر. اتعلم فن الانتظار، فن الصبر، علشان ما يغلطش وعشان ما يعكش في الدنيا. لان ربنا ليه وقت معين يشتغل فيه. انا الرب في وقته اسرع به. لا الانسان يقدر يستعجل ربنا ولا يقدر يأخر ربنا. في وقت معين الله بيحدده لكل شيء. يبقى شخصية شاول اول حاجة انه كان بيشتغل باستحسانه الذاتي. تاني حاجة انه ما كانش عنده روح الصبر والانتظار، كان مستعجل الامور باستمرار. ثالث حاجة انه ما كانش عنده استعداد انه يكون نائب الله وخادم الله يطيع اوامر الله، لكن كان عايز يبقى ملك ليه سلطان مطلق يعمل اللي هو عايزه، لكن ما كانش عنده استعداد انه ينفذ ارادة ربنا، عايز ينفذ ارادته باستمرار. رابع حاجة او خامس حاجة ودي اخطر حاجة، كان في عيب خطير جدا في شاول، ان شاول كل ما يغلط هتلاقوه عنده مقدرة عجيبة جدا انه يبرر الخطأ بتاعه، ما يعتذرش عن الخطأ، لكن عنده مقدرة عجيبة جدا انه يبرر الخطأ. المرة دي قال له طب انا هعمل لك ايه الظروف اللي حواليا؟ الفلسطينيين ممكن يهجموا عليا، الشعب ابتدى يتفرق علي عني، الظروف اللي حواليا صعبة، هعمل ايه؟ اضطريت ان انا اعمل كده، ان انا اكسر كلام ربنا. حجة الظروف باستمرار. انا مش فاهم، هل الظروف هي اللي بتمشينا وهي اللي بتتحكم فينا وهي اللي بتتسلط علينا، ولا انت يا انسان الله عندك مقدرة انك تتحكم في الظروف اللي حواليك؟ نسيت مجدك ونسيت سلطانك؟ مسكين اي الانسان اللي بيتحكم او بيتحجج باستمرار بالظروف ويبرر الخطأ بتاعته ان الظروف اللي حواليا هي اللي قادتني ان انا اعمل كده. لا، الله خلقك حر، مش الظروف هي اللي تستعبدك وتتحكم فيك. انت اللي تقدر تواجه الظروف، وانت اللي تقدر تحرك كل دفة الامور. عشان كده قال له خلاص انحمقت، لان ما عندكش روح الطاعة لوصية الله. فربنا عد واحد حسب قلبه، والعجيبة انه بيكلمه بصيغة الماضي، ان الرب قد انتخب رجلا، مش لسه هينتخب، انتخب لنفسه رجلا بحسب قلبه، وامره الرب ان يترأس على شعبه، لانك لم تحفظ ما امرك به الرب. هو موضوع الذبيحة ده مش تعويزة هتعملها عشان تنتصر بيها، مش حجاب، مش شكل طقوس وممارسات خارجية، لكن الذبيحة دي رمز للخلاص، ومش ممكن يبقى فيه خلاص الا اذا كان في طاعة. عشان كده اوعى ان احنا نلجأ لشوية شكليات، شوية صلوات، شوية اجتماعات، شوية حضور في الكنيسة، ونفتكر ان الموضوع ده يدي خلاص. لا، مش شكليات، لكن هل في روح طاعة وراء الذبيحة اللي بتقدم؟ كل اللي قدر يتعلمه شاول من الامور الروحية شوية شكليات، قبل الحرب نقدم ذبيحة، لكن ما تعلمش ان هو يقدم طاعة امام الله واللي ربنا بيقوله له. يتحجج بالظروف ويبرر الخطية. انت اعظم من الظروف، ما تخليهاش هي اللي تتحكم فيك.
لم تحفظ ما امرك به الرب. وقام صموئيل وصعد من الجلجال الى جبهة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجل. 3000 صفصفوا على ايه؟ 600. اذا كان هو كل همه تقديم ذبايح وشكليات من غير حياة طاعة، بس لقى ان كل القوة اللي معه 600 راجل، فالحال شوف صار اسوأ واردى. الشعب كان مستريح ايام صموئيل، الفلسطينيين ما قدروش يمدوا ايديهم ناحيتهم. دلوقتي بقى الشعب في ضنك لما طلب ملك وخد الملك. وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبهة بنيامين، والفلسطينيين نزلوا في مخماس. فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في 3 فرق. الفرقة الواحدة توجهت في طريق عفرة الى ارض شعال، والفرقة الاخرى توجهت في طريق بيت حورون، والفرقة الاخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبوعيم نحو البرية. ففوجئ بالموقف اللي جاي، ولم يوجد صانع في كل ارض اسرائيل، لان الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا او رمحا، بل كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. وعندما كلت حدود السكك والمناجر والمثلثات، الاسنان والفؤوس والتروس والمناسيس، وكان في يوم الحرب انه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على انه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر مخماس. شوفوا خطة الفلسطينيين كانت عجيبة جدا. حطوا خطة ان ما يبقاش في حداد او صانع سيوف او رماح او يسن السيوف في اسرائيل كلها. هي دي خطة الشيطان على فكرة. الشيطان يسلبك قوتك ازاي؟ تفاجأ كده ان معكش سيف. السيف ده رمز لكلمة الله، مش كلمة الله امضى من كل سيف ذي حدين. تخيلوا ان كل شعب اسرائيل ما كانش معاه كلمة ربنا، طب هيواجه الفلسطينيين ازاي؟ دي الحالة الروحية اللي انحضروا ليها، ان مفيش كلمة ربنا، مفيش صانع. صانع يعني ايه؟ واحد بيسمع بيفصل. حتى كنيسة تملي تصلي من اجل الاسقف والبطرك والقادة بتوعها، تقول عليهم مفصلين كلمة الحق بالايه؟ بالاستقامة. ما كلمة الحق دي سيف الله، عايز اللي يفصلها بالظبط، عايز اللي يعملها، اللي ينفذها، اللي يعيشها. كان شاول الملك معاه سيف مادي صحيح، لكن معاهوش كلمة ربنا، ما قدرش يفصل كلمة الله باستقامة، ما قدرش يطاوع يعيش كلمة ربنا. هو عاش كلمته هو، لكن ما عاش كلمة ربنا. منعوا ان حد يتعلم صناعة الحكاية دي، وهم مش اخدين بالهم فوقوا ساعة الحرب ان ما عندهمش ايه؟ سيوف، وما عندهمش حد يصنع سيوف. ما فيش حد يقدر يفصل كلمة ربنا، محدش يقدر يعيش كلمة ربنا. كنت خدت في التأمل ازاي ان الهد بيبتدي طوبة طوبة لحد ما يلاقي الانسان كله ان السور ايه؟ وقع مرة واحدة. يكتشف الحكاية دي مرة واحدة، لكن السور كان بيقع حتة حتة. عشان كده دخلوا الحرب لقوا نفسيهم معهمش اي حاجة خالص. ازاي هيتصرفوا